ست نائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ست نائب. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. مهم جدا نقول للسادة المشاهدين أنتوا كتنسيقية فنتوا البيان بيان البرلمان الأوروبي إزاي؟ أولا أتمنى يكون حضرتك سمعت الحوار السابق مع الأستاذ سعيد عكاشة. طبعا مع الأستاذ سعيد عكاشة. اتفضل. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك فندم سمعته طبعا الحوار. تمام. اهتميتوا بإيه في الرد؟ ده سؤالي لحضرتك. خليني في البداية أوضح لحضرتك إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحركت على عدة محاور. أولها كان المحور الأول كان في بيان طلع من التنسيقية تزامنا مع وقت صدور هذا القرار من البرلمان الأوروبي، والبيان بتاع التنسيقية تم ترجمته إلى أكثر من 5 لغات وتم نشره في عدة جهات، وده كان التحرك الأول عشان ده مهم جدا. مهم بعد كده اتخذت التنسيقية شكل من أشكال العمل الجماعي. طبعا حضرتك عارفة التنوع اللي داخل هذه التنسيقية. اجتمعت لجان داخلية، لجان نوعية، لجان حقوق الإنسان، لجان السياسات الأمنية، لجان العلاقات الخارجية، وطلعوا هذا التقرير المجمع اللي اتكلم على نقطة نقطة داخل هذا التقرير، وتصدى لكل المزاعم أو للادعاءات اللي كانت طلعت من هذا القرار غير الملزم طبعا. نعم طبعا غير ملزم. كان شغل جماعي وكان عمل جماعي من كافة أعضاء هذه اللجان، من أعضاء التنسيقية، واللي زي ما حضرتك تابعتي وذكرتي داخل التقرير صحيح. إن إحنا ردينا على بند بند وتضمن مهم نص جدا نص الدستور، تضمن الخطوات اللي الحقيقه بتعملها الدوله المصريه في هذا الوقت عشان تعيد صياغه حقوق الانسان تاني، او مفهوم هذه الحقوق. الحقوق مش هنغير صياغتها، لكن مفهوم تطبيق هذه الحقوق. نعم. وتطبيقها مع اولوياتي في التنميه. خلينا نتكلم على حقوق بالتوازي صحيح، للسكن، للتعليم، تمكين المراه. يعني التقرير ذكر مدى زيادة اللي بقت النهاردة في تمكين المرأة المصرية سواء داخل الحكومة المصرية أو في المجالس النيابية. حتى النهاردة عندنا أكثر من 140 نائب، ولسه على فكرة احنا في انتظار المعينين في خلال أقل من ساعات. يعني صحيح هيبقى فيهم سيدات صحيح. فاحنا بنتكلم في خطوات واضحة للدولة المصرية. أما يطلع النهاردة واحنا افترضنا في هذا التقرير حسن نية مصدره هذا القرار، زي ما بقول وباكد ان هو غير ملزم، ان هم الرؤيه عندهم غلط، فاحنا دورنا ان احنا نوجه ادواتنا ونوجه الياتنا في ان احنا نوضح الرؤيه الصحيحه اللي على الارض الواقع النهارده. مش عارفه انت شايف ان احنا نتعامل معاهم بحسن نيه او مش نتعامل معاهم بحسن نيه؟ انت شايفين كتنسيقيه ان احنا نديهم حق حسن النيه؟ والله احنا افترضنا ذلك في التقرير. لا كفايه كفايه ان احنا ندي الـ الـ الناس حسن نوايا. حسن النوايا كان بان. انت تقصد حسن النوايا بعدم المعرفه. اي صحيح. ما هو لو هو مش عارف ما يشتغلش الشغلانه يا فندم. وبرضه الاعتماد يا فندم على بيانات غير صحيحه وبيانات كاذبه، زي ما حضرتك ذكرتي ذكرى ان مصر بها اكثر من 60,000 معتقل و60,000 سجين. جيب لنا اسماء 1000 بس وعناوين. كمصنف معتقل. صحيح. ويجيب ما يثبت انه اكبر سنة 2020 كان فيها اعدامات، وانه بيتكلم على الاعدامات في مصر. حضرتك في اعدامات في امريكا، وبعدين بيتكلم على الحقوق. عفوا يا استاذ محمد، ما هو كمان انا ثقافتي وديني غير ثقافته ودي. يعني بمعنى هو النهارده عايز يدي حريه للمثليين مثلا، وشايف انه في بلده، وانه انا المفروض في بلدي وما يتوافقش مع القيم والهويه والتوازن مثلا، ولما اشوف كده اسقف اللي هو بأمرت ايه. يعني لازم الناس دي يترد عليا. لا ما هو طبعا، ولازم نفهم شعبنا هم عايزين مننا ايه. لا عايزين مننا كتير يا فندم، في محاولات صريحه ان احنا نستهدف هذا المجتمع ونستهدف استقرار ونستهدف عجله التنميه اللي احنا بنشوفها. معركه دوله بتاخدها لبناء الانسان المصري النهارده، في مؤسسات بتشتغل سواء في التعليم في الصحه. عايزين نبني انسان واعي، انسان قادر على فعلا ان هو يحقق الرؤيه اللي احنا بنحطها، سواء رؤيه مصر 2030 او الخطط اللي بنحطها اللي بتستهدف في الاساس ان احنا يبقى عندنا حقوق انسان اساسيه يتمتع بيها الفرد
يعيش حياة كريمة. النهاردة احنا بنشوف الدولة المصرية بتغير من مفهوم الحياة نفسه عند مجموعات من الأشخاص في مناطق أكثر احتياجا ومناطق عشوائية كانوا يتمتعوا بأبسط الحقوق. فالنهاردة كون ان انا انادي بهذه الوضع بتاع في وسط جائحة كوفيد 19 النهاردة اللي بيتأثر بيها دول العالم، ما تناقشنيش في اوضاع تهم السجون غير ان ما فيش اصابات جوه، ان انا باخد احتياطات وبعمل اجراءات صارمه عشان ما يبقاش في نسب وفيات في هذه. والله يا سياده النائب انا نفسي يعني نفكر كده مع بعض في رد على الناس دي بفكره، وتطلبوا منهم كتنسيقيه بما انكم عندكم الامكانيات ان انتوا تتعاملوا بكل اللغات، قول له فدنا انتوا اتعاملتوا ازاي مع كورونا، يعني يا ريت تفيدونا، ويا ريت يعني اقصد عايزين نشتغل باللغه دي معاهم. احنا بنحاول يا فندم ان احنا نعمل كده. ما يقول لنا طب هم عملوا ايه في كورونا ونجحوا علشان احنا اخفقنا في الملف ده، يفيدونا. لا دي ادعاءات، دول ادعاءات يا فندم كاذبه وبتتواكب طبعا مع ذكرى يناير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي قبل كده، ونتوقع ان ممكن تشوف في مشاهد زي كده. لكن الدوله المصريه بتاكد انها واخده خطوات واسعه جدا في ظل التحديات المحليه والاقليميه في ملف حقوق الانسان، ولازم كلنا كمؤسسات، لازم كلنا كاحزاب، ولازم كلنا كسياسيين نؤكد على هذه المبادئ وهذه الرؤيه ونوضحها للجانب الاخر سواء في البرلمان، في البرلمان الاوروبي او في الكونجرس الامريكي او ما الى ذلك. ارجوكم نتكلم بصوره اوضح. انا بشكل شخصي يعني حط عليكم كتنسيقيه وشباب وديناميكيه في التعامل وفي الفكر وفي الحركه سريعه، والله انا مش بجاملكم، انا حط عليكم امال كبيره جدا يعني. يا رب كده نشوف الاداء ده موجود جوه البرلمان المصري وجوه ايضا مجلس شيوخ، وتنسيقيه كتنسيقيه لوحدها كده، لانه ده محتاج شغل كتير، محتاج شغل كتير. بشكركم على التقرير فن ست نائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ.